السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي طلاب تانية ثانوي في حلقة جديدة هنكمل فيها مع بعض إن شاء الله حل تدريبات انحراف الضوء في المنشور الثلاثي. يفتح معايا كتاب نيوتن صفحة 92، كنا وقفنا عند السؤال رقم 23. السؤال رقم 23 بيقول: سقط شعاع ضوئي عموديا على منشور ثلاثي. لو ده المنشور الثلاثي، فالشعاع الضوئي سقط عموديا عليه بالشكل ده كده، وأي شعاع بيسقط عمودي بينفذ على استقامته دون أي انكسار. سقط عموديا عليه بالشكل ده كده، وكان معامل انكسار مادة المنشور 1.52، تكون أقل زاوية سقوط على الوجه المقابل لزاوية السقوط اللي هو ده وجه السقوط، وده الوجه المقابل لوجه السقوط، أقل زاوية سقوط بحيث لا تخرج الأشعة من هذا الوجه إلى الهواء. أقل زاوية سقوط دي بحيث لا تخرج الأشعة، ما بتفكركش الجملة دي بحاجة الزاوية الحرجة. أقل زاوية سقوط بحيث لا تخرج الأشعة هي الزاوية الحرجة، لأن لو زودنا عن الزاوية الحرجة بيبدأ الشعاع ينعكس كليا داخل المنشور. يبقى هنا يقصد انك يقول لك احسب الزاوية الحرجة. طيب احسب الزاوية الحرجة ازاي؟ انت مش عندك الوقت ال n، والزاوية الحرجة دي كانت بتساوي زاوية السقوط في الحالة دي هي الزاوية الحرجة، وكان عندك قاعدة بتقول ان ساين فاي سي كان بيساوي 1/n. يبقى عشان احسب الزاوية الحرجة دلوقتي تدخل على الآلة تكتب شيفت ساين 1/معامل الانكسار، شيفت ساين 1/معامل الانكسار اللي هو 1.52، اقفل القوس يساوي تطلع معاك الزاوية 41.13 مية، الاختيار رقم 41.13 مية اللي هي 41.1 درجة، الاختيار رقم ألف. شوف السؤال اللي بعد: سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي بزاوية 45، وكان المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. يعني ايه وضع النهاية الصغرى للانحراف؟ مبدئيا قبل ما تسمع الفيديو ده لازم تروح تراجع فيديو النهاية الصغرى للانحراف في المنشور الثلاثي، هتلاقيها موجودة تحت في صندوق الوصف. هفكرك بس بقوانينها كده على السريع. ازاي قدرنا نحسب النهاية الصغرى للانحراف دي؟ كنا عاملين علاقة بيانية بين زاوية الانحراف وزاوية السقوط، فوجدنا أول حاجة بزيادة زاوية السقوط، تقل زاوية الانحراف. يبقى كده العلاقة نوعها ايه؟ واحدة بتزداد والتانية بتقل، يبقى علاقة عكسية. اذا لو كانت هنا زاوية الانحراف، كل ما نبدأ نزود زاوية السقوط فنلاقي زاوية الانحراف بتقل 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 لحد ما وصلت الى اقل قيمة لها اللي هي النقطة دي، حتى تصل إلى أقل قيمة لها. أقل قيمة لها دي اسمها النهاية الصغرى للانحراف. أقل قيمة لزاوية الانحراف دي اسمها النهاية الصغرى للانحراف. وبعد ما الدالة توصل لأصغر قيمة لها، جينا نزود زاوية السقوط، لقينا إن زاوية الانحراف بتزداد مرة أخرى، يعني تحولت العلاقة من عكسية لتزايدية. يبقى رقم 2، وبزيادة زاوية السقوط بعد ما وصلنا لأقل قيمة لها تزداد زاوية الانحراف كما بالشكل. ودي كانت نواتج تجربة عملية. الخلاصة إن النقطة دي اللي هي أقل قيمة لها دي اسمها النهاية الصغرى للانحراف، وكان بيتميز بشوية خاص. أول خاصية بتتميز بيها إن المنشور عند النهاية الصغرى للانحراف دي، لو ده منشور وده زاوية السقوط على المنشور هينكسر يعني داخل المنشور، ودي زاوية الخروج من المنشور. أول ملحوظة: زاوية السقوط الأولى تساوي زاوية الخروج التانية،
يبقى ما يقول لي منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، يبقى وانت مغمض زاوية السقوط الأولى اللي هي فاي واحد تساوي سيتا اتنين، فاي واحد تساوي سيتا اتنين. الحالة التانية هتلاقي زاوية الانكسار الأولى اللي هي سيتا واحد بتساوي زاوية السقوط التانية اللي هي فاي اتنين. زاوية الانكسار الأولى اللي هي سيتا واحد بتساوي زاوية السقوط التانية اللي هي فاي اتنين. ده معنى كلمة منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. يبقى ما يقول لي مسألة منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، يبقى هنا سيتا واحد فاي واحد زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج، وزاوية الانكسار الأولى بتساوي زاوية السقوط التانية. وكان لها قانون صغير كده، لو رمزت هنا هسمي فاي واحد وسيتا اتنين دي هسويهم الاتنين ببعض، بما ان الاتنين بيساوي بعض هسميهم فاي دوت، وزاوية الانكسار الأولى بتساوي زاوية السقوط التانية هنسميها سيتا دوت. واللي يحسب معامل الانكسار هتلاقي إثبات القانون اللي هكتبه ده موجود في فيديو الشرح اللي موجود تحت في صندوق الوصف، إن ال n معامل الانكسار بيساوي ساين ألفا دوت زائد a على الاتنين على ساين a على الاتنين. ده القانون اللي من خلاله هنحسب معامل انكسار مادة المنشور وزاوية انحراف مادة المنشور. طيب لو بيقول لي احسب زاوية الانحراف، النهاية الصغرى للانحراف هي فاي ولكن فاي دوت، يبقى فاي دوت دي اختصار لمين؟ لكلمة النهاية الصغرى للانحراف. كان عندي قانون بيقول ان زاوية الانحراف بتساوي زاوية السقوط زائد زاوية الخروج ناقص زاوية رأس المنشور. طب انا ممكن استبدل، بما ان عند زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج، ممكن اقول ان فاي دوت بتساوي الفا دوت بيساوي زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج، والاتنين سميناهم فاي دوت، يعني اقدر استبدل دي واحط مكانها فاي دوت، واستبدل سيتا اتنين واحط مكانها فاي دوت ناقص الاي، ومنها يبقى زاوية النهاية الصغرى للانحراف هتساوي اتنين فاي دوت ناقص الاي، اتنين في زاوية السقوط او اتنين في زاوية الخروج ناقص زاوية رأس المنشور. يبقى كده معايا كام قانون لحد دلوقتي؟ قانون معامل الانكسار وقانون زاوية الانحراف، واخيرا قانون زاوية رأس المنشور. كان عندي زاوية الرأس بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين اللي هي زاوية الانكسار الأولى زائد زاوية السقوط التانية سيتا واحد زائد فاي اتنين. وأنا لسه قايلك من شوية إن السيتا واحد هتساوي الفاي اتنين، هرمز لها بسيتا دوت، يعني أقدر أقول إن الـ A دلوقتي هتساوي سيتا دوت زائد سيتا دوت، يبقى اتنين سيتا دوت أو اتنين في زاوية الانكسار. وده كان ملخص سريع للنهاية الصغرى للانحراف، إن بزيادة زاوية السقوط تقل زاوية الانحراف حتى تصل إلى القيمة أقل قيمة لها. أقل قيمة لها دي اسمها النهاية الصغرى للانحراف. خواص النهاية الصغرى للانحراف إن عندها زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج، وزاوية الانكسار الأولى بتساوي زاوية السقوط التانية، وأن معامل الانكسار للمنشور في النهاية الصغرى للانحراف ال n كان بيساوي ساين ألفا دوت زائد a على اتنين على ساين a على اتنين، وأن زاوية الانحراف ألفا دوت كانت بتساوي اتنين فاي دوت ناقص ال a، وزاوية رأس المنشور بتساوي اتنين سيتا دوت. ويلا يعني خلاصة الكلام، أول ما تلاقي في المسألة كلمة المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف معناها إن سيتا واحد هتساوي زاوية الانكسار الأولى هتساوي زاوية السقوط التانية، وزاوية السقوط على سطح المنشور اللي هي زاوية السقوط الأولى هتساوي زاوية الخروج من سطح المنشور اللي هي سيتا اتنين، اللي هو المنشور بالشكل ده كده. ده المنشور وده الشعاع الساقط عليه، فدي زاوية السقوط الأولى. زاوية السقوط دي لازم تكون بتساوي زاوية الخروج اللي هناك دي. والملحوظة التانية إن زاوية الانكسار الأولى لازم تكون بتساوي زاوية السقوط التانية اللي هو مجموع الزاويتين اللي جوه. طيب وقوانين المنشور مش هتخرج بره القوانين الآتية. كان عندك زمان إن زاوية رأس المنشور بتساوي مجموع الزاويتين اللي جوه، ده بالزاويتين اللي جوه سيتا واحد بتساوي فاي اتنين هرمز لهم بسيتا دوت، وفاي واحد بتساوي سيتا اتنين هرمز لها بفاي دوت. إذا زاوية رأس المنشور بتساوي اتنين سيتا دوت، ده أول قانون عندي من قوانين المنشور. زاوية الانحراف
للنهاية الصغرى للانحراف هرمز لها بألفا دوت، كانت بتساوي زاوية السقوط زائد زاوية الخروج ناقص زاوية رأس المنشور. فأنا عندي دلوقتي زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج والاتنين بيساوي ثيتا دوت، فزاوية الانحراف النهاية الصغرى للانحراف هتساوي 2 فاي دوت ناقص الايه. يبقى كده معايا كام قانون للمنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف؟ قانونين، قانون زاوية الرأس وقانون النهاية الصغرى للانحراف. أما قانون معامل انكسار فمعاك صيغتين للقانون، يا إما تشتغل ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت، ده لو هحسب معامل انكسار بدلالة زاوية السقوط وزاوية الانكسار. يبقى لو أنا شغال هنا بدلالة زاوية السقوط وزاوية الانكسار هشتغل بالقانون ده. أما لو عايز أحسب معامل انكسار بدلالة زاوية الانحراف يبقى وأنت مغمض ساين افتح قوس ألفا دوت زائد الإيه على 2 على ساين إيه على 2، وده ملخص كل قوانين المنشور. يبقى عندي كام قانون للمنشور؟ يقول لي احسب زاوية الرأس فهي 2 سيتا دوت، احسب زاوية الانحراف فهي 2 فاي دوت ناقص الإيه، احسب معامل الانكسار فمعاك قانونين ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت، أو بدلالة زاوية الانحراف ساين ألفا دوت زائد إيه على 2 أو ساين إيه على 2. يلا نشوف مسائل المنشور، والورقة دي مش هنرميها، هنسيبها معانا عشان على ما نحفظ القوانين. كل مسألة هنحط الورقة دي قدامنا ونشوف القانون اللي يناسب حل المسألة. 24، سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي بزاوية 45 وكان المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. هذا جملة لوحدها، منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. كده تقدر تطلع وتستخدم كل المعطيات أو خواص المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، إن زاوية السقوط تساوي زاوية الخروج وزاوية الانكسار تساوي زاوية السقوط التانية. ومعامل انكسار مادة المنشور ال n كان بيساوي جذر 2، فتكون زاوية رأس المنشور بتساوي كام؟ لو مشينا مع المنشور اللي قدامك ده سقط بزاوية 45 وانكسر داخل المنشور وخرج منه، وكان المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، يعني أقدر أقول إن هنا زاوية الانكسار الأولى بتساوي زاوية السقوط التانية والاتنين هنسميهم سيتا دوت، وإن زاوية رأس المنشور بتساوي 2 مضروبة في الزاوية دي. طيب تقدر تحسب الزاوية دي؟ اه بكل بساطة، هو أنا مش عندي معامل الانكسار عندي زاوية السقوط، وكان عندي قاعدة بتقول إن ال n تساوي ساين فاي ساين الزاوية في الهواء على ساين سيتا. واحد يقول لي بقول لك ايه، انت مش لسه قايل من شوية ان ال n كان بيساوي ساين الفا دوت زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2؟ ده قانون مشتق من القانون ده، يعني ده القانون الأساسي، ده تشتغل بيه في أي حاجة لو أتيحت لك الأمر. ما أتيحش لك وعايز تحسب معامل الانكسار بدلالة زاوية الانحراف يبقى اشتغل بالتاني، لكن انا هنا عندي زاوية سقوط وعايز احسب زاوية انكسار اللي هي مين؟ سيتا دوت. اذا السيتا اقدر احسبها من هنا واقول ان ساين سيتا اللي هي زاوية الانكسار هيساوي ساين فاي اللي هي ساين 45 على ال ان اللي هي بجذر 2، تطلع معاك بتساوي ادا ساين 45 على جذر 2، طلعت معايا الزاوية بتساوي نص شيفت ساين أنصر، تطلع الزاوية بتساوي 30. يبقى كده زاوية الانكسار بتساوي 30، الزاوية دي بتساوي 30، مش المفروض الزاوية السقوط التانية هي كمان بتساويها، لأن المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف دي 30 ودي 30، يبقى زاوية رأس المنشور بتساوي مجموعهم اللي هي 60. يعني أقدر أقول إن ال A كانت بتساوي 2 سيتا دوت، يعني 2 والسيتا طلعت معاك ب30، يبقى زاوية رأس المنشور بتساوي 60 درجة، اللي هو الاختيار رقم د. السؤال اللي بعده، سؤال 25 بيقول إذا كانت أصغر زاوية انحراف لمنشور معامل انكسار مادته 1.5 تساوي زاوية رأسه. كلمة أصغر زاوية انحراف دي يعني اسمها النهاية الصغرى للانحراف. قال لك مالها زاوية النهاية الصغرى للانحراف دي؟ بتساوي زاوية الرأس. بتساوي ايه؟
ومعامل انكسار مادة المنشور اللي هو الان بيساوي 1.5، فتكون زاوية رأس المنشور بكام؟ عشان احسب زاوية رأس المنشور بدلالة معامل الانكسار او بدلالة زاوية الانحراف، ايه القانون اللي كان بيربطهم ببعض؟ كان عندي قانون بيقول ان الان كانت بتساوي ساين الفا دوت زائد ايه على الاتنين على ساين ايه على الاتنين اللي هي نص زاوية الرأس. ده كان القانون في الحالة دي. طيب ما انت لسه قايل لي من شوية ان زاوية النهاية الصغرى للانحراف بتساوي زاوية رأس المنشور، يعني اقدر اشيل كلمة النهاية الصغرى للانحراف دي واعوض عنها بزاوية رأس المنشور، كده بقى هنا بقت ايه زائد ايه بتساوي 2a، يعني دول على بعض كده 2a على 2 تبقى ساين البسط، مش ده ايه زائد ايه، يعني 2a على الاتنين على ساين ايه على الاتنين اللي هي كانت باقية في المقام، الاتنين راحت مع الاتنين كده اللي لسه باقي عندك في العلاقة. اذا ان اللي هي معامل انكسار مادة المنشور هيساوي ساين زاوية رأس المنشور، هي دي اللي لسه باقية هنا، الاتنين اللي في البسط راحت مع الاتنين اللي في المقام، يعني لسه باقي عندي ساين ايه بس على ساين ايه على الاتنين. المفروض اما اقسمهم على بعض الناتج يساوي معامل الانكسار اللي هو كان بيساوي 1.5، يبقى هو ده القانون اللي هشتغل بيه، ان المفروض ساين زاوية الرأس على ساين نص زاوية الرأس يساوي 1.5. نبدأ بقى نجرب الزوايا اللي هو جابها في الاختيارات. لو جربنا اول زاوية اللي هي 62، يعني هنا المفروض الناتج يساوي كام؟ 1.5، ادي الآلة شرط الكسر، المفروض في البسط ساين 60، أداء ساين 62 اللي هي أول زاوية هنجربها على ساين نص ال 62 كام؟ 31، أو هنطبق نفس نص القانون اللي كان بيقول ساين ايه على الاتنين، يعني ساين 62 على الاتنين اللي هي 31. ايه ده 1.7؟ لا مش هي، انا عايزها تكون بتساوي 1.5. طب تعال نجرب الزاوية اللي بعدها اللي هي 41، شيل 62 اللي موجودة على الشاشة دي، حط مكانها 41، وفي المقام ساين ايه على الاتنين يعني نصف الزاوية، نص 41 كام؟ 20.5، طلعت بتساوي 1.87، برضه مش 1.5، يبقى مش هي. طيب الاختيار التالت كان 82، تعال نجرب الـ82، 82 في البسط، وفي المقام نص الـ82 41، نص الـ82 41، ايه ده طلعت بتساوي 1.5، يبقى هي دي زاوية رأس المنشور الاختيار رقم جيم، يبقى زاوية رأس المنشور بتساوي 82. نشوف المسألة اللي بعدها. عارف ان المسألة رقم 25 كانت مسألة رخمة شوية، هي موضوعها اصلا غلط، المفروض كانت تتحط في اخر المسائل لانها من اصعب المسائل، لكن من بعد 25 وانت جاي كل المسائل حلوة ولذيذة ومش فيها حاجة صعبة. نشوف السؤال رقم 26. 26 بيقول اذا كان معامل انكسار مادة المنشور جذر 2 ال n بتساوي جذر 2 وزاوية انكسار الشعاع الساقط، عدلها معاك في الكتاب، هي مكتوبة معاك 60 خليها 30، زاوية الانكسار يعني ده المنشور بالشكل ده كده سقط عليه شعاع ضوئي، ده العمود المقاوم، وانكسر داخل المنشور بالشكل ده كده، فكانت زاوية الانكسار اللي موجودة جوه دي بتساوي 30 درجة. ها وبعدين يعني الثيتا 1 بتساوي 30 درجة، والمنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. أول ما أشوف كلمة وضع النهاية الصغرى للانحراف أفتكر الورقة دي بكل القوانين اللي فيها، فتكون زاوية السقوط، عايز يحسب زاوية السقوط اللي قدامك دي اللي هي فاي 1. عشان أحسب زاوية السقوط اللي قدامي دي وعندي معامل الانكسار، مش محتاج أي حاجة غير إن الإن بتساوي ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت، وده الإن، أدى الإن هتساوي ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت. إيه ده؟
مش هتستخدم القانون التاني بتاع معامل الانكسار اللي هو كان ساين الفا دوت زائد ايه على اتنين على ساين ايه على اتنين، وانا عندي هنا في المعطيات زاوية انحراف، لا يبقى مش هستخدم القانون ده، هستخدم ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت. ال ان موجودة معاك اللي هي جذر اتنين بتساوي ساين فاي دوت اللي هي زاوية السقوط اللي هي ساين فاي على ساين سيتا دوت اللي هي زاوية الانكسار اللي هي ساين 30. يبقى عشان احسب دلوقتي الزاوية دي هتبقى وسطين في طرفين، يعني ساين فاي دوت اللي قدامك دي ساين فاي هيساوي جذر اتنين في ساين 30. ادخل على الآلة اكتب شيفت ساين، شيفت ساين جذر اتنين مضروب في ساين 30، تطلع معايا الزاوية زاوية السقوط ب 45 درجة. يبقى الفاي اللي هي زاوية السقوط ب 45 درجة، وهو ده المطلوب اللي هو كان محتاجه، انت يا زاوية 45. شكرا. طب لو كان طالب زاوية الخروج، هو مش قال المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف؟ طب لو خرج من هنا زاوية السقوط ب 45 يبقى زاوية الخروج بكام؟ زيها ب 45. طب لو كان طالب زاوية رأس المنشور، طبعا دي كلها مطالبه هو ما طلبهاش، انا بفترض المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف وزاوية الانكسار الأولى ب 30، يبقى زاوية السقوط التانية هي كمان ب 30، وزاوية رأس المنشور هتساوي 30 و30 60. يبقى هنا اللي كان طالبه زاوية السقوط فزاوية السقوط هتساوي 45 اللي هو الاختيار رقم، راح فين السؤال؟ سؤال 26 الاختيار رقم 45 الاختيار رقم د. شوف السؤال رقم 27. سقط شعاع ضوئي في الهواء على أحد أوجه منشور ثلاثي زجاجي زاوية رأسه 72، فانكسر الشعاع بزاوية 30 وخرج ممسا للوجه الآخر، فإن الزاوية الحرجة بين الزجاج والهواء. ده المنشور الثلاثي بالشكل ده، زاوية رأسه ب 72 درجة، سقط عليه شعاع ضوئي، اداني زاوية السقوط، سقط عليه شعاع ضوئي فانكسر بزاوية 30، يعني ده العمود المقاوم، فانكسر داخل المنشور، زاوية الانكسار اللي موجودة هنا دي بتساوي 30 درجة، لحد ما وصل للسطح الآخر فانكسر وخرج مماسا للسطح الفاصل كما بالشكل. كلمة خرج مماسا يعني زاوية الانكسار ب 90، اذا زاوية السقوط ده هي الزاوية الحرجة، وهو كان طالب الزاوية الحرجة، وكان عندي قاعدة بتقول ان زاوية رأس المنشور بتساوي مجموع الزاويتين اللي جوه. لو دي كانت 30 يبقى الزاوية هنا بكام؟ شاطر، 72 ناقص 30 يبقى الزاوية دي ب 42، وما ان زاوية السقوط هنا بيقابلها زاوية انكسار مقدارها 90 درجة، اذا دي زاوية حرجة، ومنها تبقى الزاوية الحرجة اللي هي الفاي سي هتساوي 42 درجة. يبقى الاختيار رقم ب. طبعا هتبص على الحل ورا هتلاقيها 40، ف40 دي غلط. الاختيار الصح رقم ب اللي هي الزاوية ب 42. ويلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 28 بيقول إذا كانت أصغر زاوية انحراف للمنشور، يقصد به كلمة أصغر زاوية انحراف اللي هي النهاية الصغرى للانحراف اللي بنرمز لها بألفا دوت بتساوي 40 درجة، وزاوية رأس المنشور بتساوي 60 درجة اللي هي الإيه؟ تساوي 60 درجة، فتكون زاوية السقوط شعاع الضوئي اللي هي الفاي دوت هتساوي كام؟ نرجع لقوانين المنشور، عندك زاوية الانحراف وعندي زاوية رأس المنشور، شايف العلاقة اللي كان بتقول ألفا دوت بتساوي 2 فاي دوت ناقص الإيه؟ شايف دي اللي هي ألفا دوت بتساوي 2 فاي دوت ناقص الإيه؟ أنا عندي هنا في المعادلة فاي دوت اللي هي النهاية الصغرى للانحراف، وعندي زاوية رأس المنشور، كده مين اللي لسه ناقصني؟ اللي هي زاوية السقوط اللي هو طالبها. معادلة واحدة في مجهول واحد تتحل ولا متحلش؟ تتحل. طيب عشان أحلها المجهول بتاعي يكون في طرف لوحده اللي هو الفاي دوت، اعمل ايه؟ عدي الايه الناحيه التانيه باشاره مخالفه، كانت هنا بالسالب تعدي بالموجب، يعني تبقى الفا دوت والايه تعدلها تبقى زائد ايه هتساوي 2 فاي دوت. انا عايز الفاي دوت لوحدها، اقسم على الاتنين اللي معاها في الطرفين، الاتنين تروح مع الاتنين، يتبقى عندك ان الفاي دوت بتساوي الفا دوت زائد ايه على الاتنين، ويا ريت تحفظها كقانون في الحاله دي،
يبقى لو عايز احسب زاوية السقوط بدلالة زاوية الانحراف هتساوي الفا دوت زائد ايه على الاتنين. الالفا دوت كانت ب40 زائد زاوية رأس المنشور ب60 على الاتنين. 40 زائد 60 100 100 على الاتنين هتساوي 50 درجة. يبقى الاختيار رقم ب. شوف السؤال اللي بعده رقم 29. إذا كانت أصغر زاوية انحراف لمنشور ثلاثي بتساوي 30 درجة، يبقى النهاية الصغرى للانحراف بتساوي 30، وزاوية رأس المنشور بتساوي 60، فيكون معامل انكسار مادة المنشور ايه ده؟ عايزني احسب معامل انكسار بدلالة زاوية الانحراف، اروح لأنهي قانون؟ يا ترى ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت، ولا ساين الفا دوت زائد ايه على اتنين على ساين ايه على اتنين؟ عندي زاوية انحراف اهي في المعطيات، يبقى اشتغل بالقانون ده. اذا الان معامل الانكسار هيساوي ساين الفا دوت زائد ايه على الاتنين، الفا دوت اللي هي زاوية النهاية الصغرى انحراف 30، زائد الايه اللي هي ب60، كل دول على اتنين، على ساين ايه على الاتنين 60 على الاتنين. لخص كده اللي فوق ده. اذا الان هتساوي ساين اللي جوه القوس هنا كام؟ 30 زائد 60 90، 90 على الاتنين 45، يبقى ساين 45 على ساين 60 على الاتنين يعني ساين 30. خلص على الآلة، ادي ساين شرط الكسر ساين 45 على ساين 30، تطلع معايا بجذر 2 الاختيار رقم ألف. السؤال اللي بعده رقم 30. إذا كانت أصغر زاوية انحراف لمنشور ثلاثي بتساوي 30 درجة، خلاص كده ألفا دوت بتساوي 30، وزاوية انكسار الشعاع بتساوي 30، يعني سيتا واحد بتساوي 30، فيكون معامل انكسار مادة المنشور. وانت قايل لي المنشور فين؟ في وضع النهاية الصغرى للانحراف. عايز معامل انكسار مادة المنشور اللي هي الان. كده هشتغل بأنهي قانون؟ عندي زاوية انحراف، هشتغل بأنهي قانون؟ ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت، ولا ساين الفا دوت زائد ايه على اتنين على ساين ايه على اتنين؟ عندي زاوية انحراف، روح للقانون ده. وانت مغمض شغال بالقانون ده. اذا الان هتساوي ساين افتح قوس الفا دوت زائد الايه على الاتنين، كل دول على ساين ايه على الاتنين. تمام كده؟ تمام. ابدأ اشوف بقى المعطيات اللي موجودة معايا. الالفا دوت موجودة، لكن يا ترى زاوية رأس المنشور موجودة معايا؟ لا مش موجودة، بس عندي زاوية الانكسار، وكان عندي قاعدة بتقول طالما المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف يبقى زاوية رأس المنشور تساوي 2 في زاوية الانكسار. يبقى هنا لو كانت زاوية الانكسار ب30 يبقى زاوية رأس المنشور بتساوي 60. خلصت المسألة. يبقى خلاص كده ساين الفا دوت زائد ايه؟ الالفا دوت ب30 زائد زاوية رأس المنشور طلعت ب60 اللي هي ضعف زاوية الانكسار على 2، كل دول على ساين ايه على الاتنين اللي هي زاوية رأس المنشور على الاتنين 60 على الاتنين. ايه ده؟ ده نفس المسألة اللي فاتت. ساين 30 زائد 60 اللي هي 90 على 2 يبقى 45. اذا ال ان هتساوي 30 زائد 60 90، 90 على الاتنين 45، يعني ساين 45 على ساين 60 على الاتنين يعني ساين 30. الناتج هيساوي جذر 2 نفس الناتج بتاع المسألة اللي قبلها. يبقى الاختيار رقم ألف. يوم مجرد بس غير في الألفاظ عندك، وادالك زاوية الانكسار، وانت عندك علاقة بتقول ان زاوية رأس المنشور بتساوي 2 في زاوية الانكسار. نشوف السؤال رقم 31. منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف، ده المنشور الثلاثي، زاوية رأسه بتساوي ايه؟ وزاوية انحرافه يعني لو ده الشعاع الساقط وانكسر داخل المنشور وخرج من الوجه الآخر
وزاوية انحرافه اللي هي امتداد الشعاع الساقط مع امتداد الشعاع الخارج، هي دي زاوية الانحراف ألفا. وزاوية السقوط هي اي. وزاوية الخروج اللي هناك دي هي ايه؟ وانت لسه قايل المنشور فين؟ في وضع النهاية الصغرى للانحراف. ايه العلاقة اللي بتربط زاوية السقوط بزاوية الخروج؟ انت مش لسه قايل المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف؟ يعني وانا مغمض كده، زاوية السقوط اللي هي فاي واحد هتساوي زاوية الخروج اللي هي سيتا اتنين. يبقى اذا الاي هتساوي الاي اللي هو الاختيار رقم جيم. السؤال اللي بعده رقم 32، اي الاشكال الاتيه يوضح حالة النهاية الصغرى للانحراف؟ ركز فيها كده واكتب الملحوظة بتاعتها هنا عشان نسجلها قدامنا. عشان اميز الشكل اللي فيه النهاية الصغرى للانحراف لازم يكون الشعاع المنكسر داخل المنشور ده بيوازي القاعدة. دي خاصية من ضمن خواص المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، ان يكون الشعاع المنكسر داخل المنشور بيوازي القاعدة. الشكل رقم واحد، هل الشعاع ده بيوازي القاعدة؟ لا. الشكل رقم اتنين بيوازي القاعدة؟ لا. الشكل رقم تلاتة، الشعاع المنكسر داخل المنشور بيوازي القاعدة، يبقى هو الشكل ده اللي في وضع النهاية الصغرى للانحراف. السؤال رقم تلاتة، سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي متساوي الأضلاع، يبقى زاوية الرأس بكام؟ بستين درجة. فكانت زاوية السقوط تساوي زاوية الخروج. إذا أنا هنا في وضع إيه؟ النهاية الصغرى للانحراف. طالما زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج يبقى أنت في وضع النهاية الصغرى للانحراف، وكل منهما تساوي تلات أرباع زاوية رأس المنشور. يعني إيه تلات أرباع زاوية رأس المنشور؟ احسب بقى زاوية الانحراف. نطلع معطيات المسألة. كلمة متساوي الأضلاع، يبقى أنا كده عندي زاوية رأس المنشور بتساوي 60، زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج، يبقى أنا في وضع النهاية الصغرى للانحراف، وكل منهما تساوي تلات أرباع زاوية رأس المنشور. إذا فاي دوت اللي هي زاوية السقوط أو زاوية الخروج هتساوي تلاتة على أربعة اللي هي تلات أرباع في زاوية رأس المنشور اللي هي بستين. يعني معنى الكلام ده إن زاوية السقوط وزاوية الخروج هتساوي 45 درجة، فتكون زاوية انحراف الشعاع الضوئي. زاوية الانحراف كانت بتساوي ايه؟ الألفا دوت كانت بتساوي 2 فاي دوت ناقص الإيه. يبقى زاوية النهاية الصغرى للانحراف بتساوي 2 فاي دوت ناقص الإيه، ومنها 2 فاي دوت يعني 2 في 45 تبقى ب90، ناقص زاوية رأس المنشور اللي هي ب60، يبقى زاوية النهاية الصغرى هتساوي 30 درجة. اختيار رقم ب، راح فين الاختيار رقم 30 اللي هو الاختيار رقم د؟ السؤال رقم 34، سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي زاوية رأسه بتساوي 60 درجة، ده زاوية الرأس، في وضع النهاية الصغرى للانحراف. تمام كده، فانحرف بزاوية 30 درجة. كلمة انحرف يعني النهاية الصغرى للانحراف بتساوي 30 درجة، فتكون زاوية سقوط الشعاع. ايه الملحوظة اللي كنت بحسب بها زاوية السقوط؟ لسه حاسبينها في مسألة من شوية. كنت بقول بما ان عايز معادلة تربط بين النهاية الصغرى للانحراف وزاوية رأس المنشور وزاوية السقوط اللي انا عايز احسبها، المعادلة دي الفا دوت بتساوي 2 فاي دوت ناقص الايه، وعشان اخلي الفاي دوت في طرف لوحدها هعدي الايه الناحية التانية بإشارة مخالفة واقسم على الاتنين. اذا الفاي دوت هتساوي الفا دوت زائد ايه على الاتنين، ومنها تبقى الفاي دوت بتساوي الفا دوت لان الصغرى الانحراف 30 زائد زاوية رأس المنشور 60 على 2، يبقى هتساوي 45 درجة. الاختيار رقم ألف. خش على السؤال اللي بعده. السؤال 35 بيقول إذا كان معامل انكسار مادة منشور متساوي الأضلاع، كلمة متساوي الأضلاع ترجمها إن زاوية رأس المنشور بتساوي 60 درجة، ومعامل الانكسار ال إن بيساوي جذر 3، فتكون النهاية الصغرى للانحراف هتساوي كام؟ وركز معايا أو في السؤال ده عشان فيه تركاية صغيرة، عارف إنك طالب جامد لكن التركاية دي مهمة بالنسبة لك. القانون اللي كنت أحسب بيه النهاية الصغرى للانحراف بدلالة معامل الانكسار، ندور كده في القوانين. ده ممكن كنت أحسب النهاية الصغرى للانحراف بدلالة زاوية السقوط. هتقولي زاوية الرأس، أقولك زاوية الرأس مشتركة مع زاوية الانحراف في كل قانون، كل قانون هيجي فيه
نهاية الصورة الانحراف هيجي في زاوية رأس المنشور، يعني هنا جه نهاية الصورة الانحراف جه معاها زاوية الرأس، القانون ده جه معاها زاوية الانحراف جه معاها زاوية الرأس، يبقى الاتنين مع بعض في كل القوانين. احفظها بقى مع نفسك كده عشان احسب زاوية الانحراف بدلالة زاوية السقوط او الخروج. اروح افكر في القانون ده اللي هو الفا دوت بيساوي 2 فاي دوت ناقص الاي. طيب لو عايز احسب زاوية السقوط زاوية الانحراف بدلالة معامل الانكسار، وانت مغمض هتروح جاري على القانون ال ان كان بيساوي ساين افتح قوس الفا دوت زائد الاي على 2 على ساين اي على 2. يبقى قدامك كام قانون لحساب النهاية الصورة الانحراف لو بدلالة زاوية السقوط او الخروج؟ القانون ده بدلالة معامل الانكسار، فانت في القانون ده. نكمل حل. طيب انا دلوقتي عندي زاوية السقوط في المعطيات، لا عندي معامل انكسار، يبقى انا شغال على القانون ده. عوض كده في القانون، ال ان عندك بتساوي جذر 3 تمام، هتساوي ساين افتح قوس الالفا دوت مش موجودة دي مجهولة اهي، الفا دوت زائد الاي بكام؟ ب60 زاوية رأس المنشور ب60، خلاص يبقى زائد 60 على 2 اقفل القوس على ساين ايه على 2 اللي هي زاوية رأس المنشور اللي كانت ب60 مقسومة على 2 يعني ساين 30. عشان احل المسألة دلوقتي محتاج اختصر بسط مع مقام والحاجات دي، لأ اوعى. عندك الساين هنا بتحمل لجوه القوس في الطرفين، يبقى أول خطوة أخلص من الساين. أخلص من الساين إزاي؟ هو ده السؤال. أول خطوة عشان أخلص من الساين اعمل كده وسطين في طرفين، هنا جذر 3 مضروب في ساين 30، ساين 30 ده كان بنص مضروب في جذر 3، يعني ناتج الضرب ده هيبقى معاك جذر 3 على 2. اضربها معاك على الآلة، جذر 3 في ساين 30 هتطلع بجذر 3 على 2، هتساوي ساين الفا دوت زائد 60 على 2، دي مضروبة في كام؟ مضروبة في 1، يعني هتساوي ساين افتح قوس الفا دوت زائد 60 على 2. يبقى اول خطوة ضربت وسطين في طرفين. تاني خطوة عايز اخلص من الساين اللي موجودة هنا دي، اخلص منها ازاي؟ بعد ما خلص اول خطوة ضرب وسطين في طرفين، تاني خطوة عشان اخلص من الساين اللي موجودة هنا بعمل شيفت ساين للطرفين، باخد شيفت ساين لمين؟ للطرفين. طيب لما اخد شيفت ساين لجذر 3 على 2 دي هتديك كام؟ اهو شيفت ساين شرط الكسر جذر 3 على 2 طلعت بتساوي 60، يعني هنا لما اخد شيفت ساين للطرف الشمال ده هتطلع الزاوية ب60. طيب لما اخد شيفت ساين للطرف اليمين ده ايه اللي هيحصل؟ مجرد ان الساين هتروح ويتبقى عندك الفا دوت زائد 60 على 2 وسطين في طرفين. عشان احسب قيمة الالفا دوت 2 في 60 ب120، هتساوي الفا دوت زائد 60، نعدي 60 الناحية التانية بإشارة مخالفة، يعني تبقى الألفا دوت بتساوي 120 ناقص 60، يعني هتساوي 60 درجة. المسألة دي مهمة، احفظ خطواتها كويس. لما يقابلني هنا بيقول لي احسب زاوية الانحراف بدلالة، لو عندك زاوية السقوط فتبقى زاوية الانحراف هتساوي 2 فاي دوت ناقص الايه. طيب لو بدلالة معامل الانكسار يبقى الان بتساوي ساين الفا دوت زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2. بعد ما بتكون المعادلة أول خطوة بعمل وسطين في طرفين، ضربت وسطين في طرفين طلعت معايا معادلة بالشكل ده، جذر 3 على 2 بتساوي ساين الفا دوت زائد 60 على 2. عشان اخلص من الساين باخد شيفت ساين للطرفين، خدت شيفت ساين للطرفين، فلما اخدت شيفت ساين جذر 3 على 2 طلعت ب60. شيفت ساين للطرف اليمين ده معناها انك بتشيل الساين خالص من الدالة، يعني اتبقى عندك اللي جوه الساين اللي هو الفا دوت زائد 60 على 2، ده اللي اتبقى. عشان اخلص المعادلة ضربت وسطين في طرفين طلعت الالفا دوت بتساوي 60، يعني الاختيار رقم جيم. السؤال اللي بعده
السؤال رقم 36 بيقول إذا كانت زاوية رأس منشور بتساوي 60 درجة ومعامل انكسار مادته جذر 2، فتكون قيمة النهاية الصغرى للانحراف للشعاع هتساوي كام؟ احسب النهاية الصغرى للانحراف. خلاص كده حفظنا المسألة، النهاية الصغرى للانحراف هحسبها بأنهي قانون؟ القانون اللي كان بيقول هنا ان بيساوي ساين الفا دوت زائد ايه على الاتنين على ساين ايه على الاتنين، نفس فكرة المسألة اللي فاتت، لأن بيقول لي احسب زاوية الانحراف وعندي في المعطيات معامل الانكسار. هذا القانون، ال ان كان بيساوي ساين افتح قوس الفا دوت زائد ايه على الاتنين على ساين ايه على الاتنين. تاني خطوة عوض تعويض مباشر في القانون، ال ان بجذر 2 بتساوي ساين افتح قوس اللي موجود في القوس الفا دوت دي مجهولة زائد ال ايه اللي هي زاوية الرأس ب60 على الاتنين، كل دول على ساين ايه على الاتنين، ال ايه ب60 على الاتنين يعني ساين 30. خلاص كده كونت المعادلة. أول خطوة كنت بعملها ايه؟ شاطر، وسطين في طرفين. ساين 30 في جذر 2 يعني جذر 2 على الاتنين هتساوي ساين الفا دوت زائد 60 على الاتنين مضروبة في كام؟ مفيش قبلها حاجة يعني مضروبة في واحد يعني زي ما هي، ساين الفا دوت زائد 60 على الاتنين. بعد ما خلصت الوسطين في طرفين، تاني خطوة بعد ما وصلت المعادلة دي عشان اخلص من الساين باخد شيفت ساين للطرفين. فلما اخد شيفت ساين لجذر 2 على الاتنين تطلع بالشكل ده، شيفت ساين شرط الكسر جذر 2 على الاتنين هتساوي 45. ولما اخد شيفت ساين للطرف اليمين ده كل اللي هيحصل ان الساين هتروح ويتبقى عندك اللي كان جوه الساين اللي هو الفا دوت زائد 60 على الاتنين. يلا وسطين في طرفين عشان اطلع قيمة الالفا دوت، 2 في 45 ب90 هتساوي الفا دوت زائد 60، عد الـ60 الناحية التانية بإشارة مخالفة يبقى 90 ناقص 60، اذا الالفا دوت هتساوي 30 درجة. الاختيار رقم ب، سبعة وتلاتين شعاع ضوئي يسقط على منشور ثلاثي متساوي الأضلاع، منشور ثلاثي ومتساوي الأضلاع موضوع على منضدة أفقية، أم أي مما يلي يتحقق عند وضع النهاية الصغرى للانحراف؟ عشان يكون المنشور متساوي الأضلاع بالشكل ده كده ويكون في وضع النهاية الصغرى للانحراف، يعني أنا بلزمك بحاجتين، إن يكون عند سقوط شعاع ضوئي على منشور عشان يصبح في وضع النهاية الصغرى للانحراف، أول حاجة إن زاوية السقوط هتكون بتساوي زاوية الخروج اللي هي دي. تاني خطوة إن لازم يكون الشعاع المنكسر داخل المنشور موازي للقاعدة، تمام كده، يعني يكون بشكل إيه أفقي. يبقى هنا منشور ثلاثي متساوي الأضلاع، سجل الملحوظة دي معاك، منشور ثلاثي متساوي الأضلاع لازم حاجة أساسية فيه إن الشعاع المنكسر الشعاع يكون الشعاع المنكسر داخل المنشور موازي للقاعدة. يعني هنا اي شعاع لازم يكون افقي، هل البي كيو لازم يكون افقي ولا الكيو ار هو لازم يكون افقي؟ لازم الكيو ار يكون افقي، يعني يكون بالشكل ده كده موازي للقاعدة. يبقى الاختيار رقم ب. السؤال رقم 38 اذا كانت زاوية رأس المنشور بتساوي 60 درجة وزاوية الانحراف الصغرى بتساوي 40 درجة فيكون زاوية الانكسار بتساوي كام؟ مش محتاجة حسبة برمة، هو مجرد هنا قال لك المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. الجملة دي كانت بتترجم لك ايه؟ ان زاوية رأس المنشور اللي هي الايه كانت بتساوي 2 في زاوية الانكسار، الايه بتساوي 2 في زاوية الانكسار او زاوية الانكسار
لوحدها، عايزها في طرف لوحدها، هتساوي ايه على الاتنين؟ طيب انا هنا عندي زاوية رأس المنشور ب60، يبقى زاوية الانكسار وانت مغمض السيتا اللي هي زاوية الانكسار هتساوي زاوية الرأس مقسومة على الاتنين، زاوية الرأس ب60 وزاوية الانكسار اقسمها على الاتنين تطلع زاوية الانكسار ب30 درجة، الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده، الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين زاوية الانحراف وزاوية السقوط في وضع النهاية الصورة للانحراف، اللي هي التجربة. كانت العلاقة في البداية علاقة تناقصية ثم تصبح علاقة تزايدية، اللي هو الاختيار رقم د. السؤال رقم 40 بيقول، سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي متساوي الأضلاع، يعني زاوية الرأس بتساوي كام؟ 60 درجة، فوجد أنه في وضع النهاية الصغرى للانحراف. فوجد أن زاوية الانحراف الصغرى تساوي عفوا فوجد أن زاوية الانحراف الصغرى تساوي زاوية رأس المنشور، يبقى زاوية الانحراف هي كمان بكام؟ ب60، فيكون معامل انكسار مادة المنشور. عايز نحسب معامل الانكسار بدلالة مين دلوقتي؟ بدلالة زاوية سقوط ولا بدلالة زاوية انحراف؟ بدلالة زاوية انحراف، يبقى استخدم أنهي قانون؟ معامل الانكسار كان له قانونين، يا إما ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت، أو ساين ألفا دوت زائد إيه على اتنين على ساين إيه على اتنين. ده استخدمه لو عندي زاوية سقوط وزاوية انكسار، ده استخدمه لو عندي زاوية انحراف. أنا عندي هنا في المعطيات زاوية انحراف، يبقى عوض بالقانون بتاعه. إذن ال n هتساوي ساين ألفا دوت زائد إيه على اتنين على ساين إيه على اتنين، يبقى هيساوي ده ساين الألفا دوت طلع بتساوي زاوية رأس المنشور يعني ب60 درجة زائد زاوية رأس المنشور 60 على الاتنين، كل دول على ساين ايه على الاتنين، يعني ساين 60 على الاتنين. ساين 60 زائد 60 120 على الاتنين، يعني ساين 60 على ساين 60 على الاتنين، يعني ساين 30. خلاص اكتب على الآلة، آلة شرط الكسر، ساين 60 على ساين 30 هتساوي جذر 3، الاختيار رقم ب. السؤال 41، أي الأشكال الآتية يمثل بصورة صحيحة تحلل الضوء الأبيض عند سقوطه على منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف؟ تعال أفكرك بحاجة صغيرة قبل ما نحل السؤال ده. العلاقة أولا بين معامل الانكسار وزاوية الانحراف، كان القانون عندي بيقول إن ال n بيساوي ساين ألفا دوت زائد ال a على الاتنين على ساين a على الاتنين. كده دلوقتي أنا شايف إن الألفا دوت اللي هي زاوية الانحراف في البسط ومعامل الانكسار في البسط، يبقى العلاقة بينهم علاقة طردية. يبقى أول علاقة استنتجتها من هنا إن الألفا دوت تتناسب طرديا مع معامل الانكسار، ده رقم واحد. والعلاقة التانية أنا عارف قبل كده إن العلاقة بين معامل الانكسار والطول الموج كانت علاقة عكسية. فاكر الموضوع ده منين؟ من زمان أيام كنت بدرس الانكسار والانكسار النسبي، كنت بقول إن n اتنين على n واحد كان بيساوي لامدا واحد على لامدا اتنين. يعني العلاقة هنا بين ال n اللي هو معامل الانكسار والطول الموج علاقة عكسية، بما أن زاوية الانحراف تتناسب طرديا مع معامل الانكسار، ومعامل الانكسار بيتناسب عكسيا مع الطول الموجي. يعني اقدر اعمل علاقة بالشكل ده كده، الالفا دوت تتناسب طرديا مع الان، والان بيتناسب عكسيا مع الطول الموجي، اذا زاوية الانحراف تتناسب عكسيا مع الطول الموجي. يعني انا استفدت ايه من الكلام ده؟ هستفاد من الجملة دي معناها ان العلاقة هنا عكسية، اذا اكبر الالوان طول موجي ماله أقلهم انحراف، والعكس صحيح. يعني ايه العكس صحيح؟ يعني أقل الألوان في الطول الموجي هو أكبرهم انحراف. يبقى بما أن زاوية الانحراف بتتناسب عكسيا مع الطول الموجي، فعند سقوط ضوء أبيض على المنشور زجاجي بالشكل ده يبدأ يتحلل بحيث ان اكبر الالوان طول الموجي هي اقلهم انحرافا، يعني بتبقى اعلاهم فوق كده بالشكل ده. يبقى هنا ضوء ابيض سقط بدأ يتحلل الى 7 الوان بناء على طوله الموجي، وهو خارج من المنشور بيخرج بالشكل ده كده،
الضوء الأحمر أعلاهم لأنه أقلهم انحرافا، والضوء البنفسجي هو أكبرهم انحرافا لأنه أقلهم طول موجي، وده الشكل الصحيح لانحراف الضوء داخل منشور زجاجي. تمام كده، يلا بقى نشوف السؤال اللي كنا بنحل فيه. السؤال 41: الأشكال الآتية يمثل بصورة صحيحة تحلل الضوء الأبيض عند سقوطه على منشور في وضع انهيار صور الانحراف زي ما شفناها في الصورة. أقرب صورة لها هي الشكل رقم د. سؤال 42: عند زيادة الطول الموجي للضوء الساقط هزود الطول الموجي. ايه اللي هيحصل لزاوية النهاية الصغرى للانحراف؟ احنا مش قلنا العلاقة عكسية؟ يبقى واحد بيقل يبقى النهاية الصغرى للانحراف، ايه اللي هيحصل لها؟ طول الموجي يزداد يبقى النهاية الصغرى للانحراف تقل، زي الإجابة رقم ج. سؤال 43: شعاع ضوئي بزاوية 60، سقط شعاع ضوئي بزاوية 60 على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع. منشور ثلاثي متساوي الأضلاع يعني زاوية الرأس بكام؟ ب60، ومعامل انكسار مادته بجذر 3، فإن زاوية خروج الشعاع وزاوية الانحراف بكام؟ مبدئيا كده فاتوا كلمة صغيرة، إن هو كان لازم يقول وزاوية النهاية الصغرى للانحراف. زود دي معاك في المسألة، وزاوية ايه؟ النهاية الصغرى للانحراف. والله لو المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف وده شعاع ساقط وهو مثلث متساوي الأضلاع، فينكسر بحيث يكون الشعاع المنكسر موازي للقاعدة ويخرج بالشكل ده، وإن تكون هنا زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج، وزاوية الانكسار الأولى بتساوي زاوية السقوط التانية. هو الوقت هنا عايز زاوية الخروج وزاوية الانحراف. نبدأ الأول نحسب زاوية الخروج دي بكام. هو أنا مش عندي هنا زاوية السقوط، يا ترى دي بكام؟ ب30. يبقى زاوية الخروج دي بكام؟ يلا نحسبها. عندك معامل انكسار وعندك أحد الزاويتين وعايز زاوية الخروج، يبقى وأنت مغمض أروح لأنهي قانون؟ عندي معامل الانكسار وعندي زاوية الانكسار، عندي معامل الانكسار وعندي زاوية الانكسار وعايز أحسب زاوية الخروج، يبقى القانون ده إن بيساوي ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت، أو ساين الزاوية في الهواء على ساين الزاوية في الوسط. ال n كان بجذر 3 بيساوي ساين الزاوية في الهواء اللي هي زاوية الخروج اللي هي ساين سيتا 2 على زاوية السقوط التانية اللي هي ساين 30. يلا وسطين في طرفين، إذا ساين زاوية الخروج اللي هي سيتا 2 هتساوي جذر 3 في ساين 30. شفت؟ ساين جذر 3 في ساين 30 هتساوي 60 درجة. أنا كده حسبت زاوية الخروج اللي هي نسميها مثلا فاي دوت، ده كان المسمى بتاعها، بيساوي 60 درجة. ناسي اسم فاي دوت أو نسميها زاوية الخروج. تاني مطلوب احسب زاوية الانحراف. قلنا زاوية الانحراف لها طريقتين، بدلالة معامل الانكسار لها قانون، وبدلالة زاوية السقوط لها قانون. الاتنين معايا، انا دلوقتي معايا معامل الانكسار في المسألة، معايا معامل الانكسار بجذر 3، وعندي زاوية رأس المنشور. ادي كانت معطيات المسألة، ال n كانت بتساوي جذر 3، وبما ان المنشور كان ثلاثي متساوي الأضلاع يعني زاوية رأس المنشور بتساوي 60، وكمان لسه حاسب زاوية السقوط اللي هي بتساوي زاوية الخروج بتساوي 60 درجة. القانون اللي يريحك اشتغل بيه، كده قانونين متاحين. انا كان عندي زاوية الانحراف لو بدلالة معامل الانكسار كنت بشتغل بالقانون ده، ان ال n كان بيساوي ساين الفا دوت زائد a على الاتنين، كل دول على ساين a على الاتنين، وده كان قانون طويل شوية في التعويض وفي الخطوات. وفي قانون تاني كان بيقول ان الالفا دوت كان بيساوي 2 فاي دوت ناقص ال a. الطريقة اللي تريحك حل بيها، انا بفضل الطريقة دي لانها على خطوة واحدة. الالفا دوت اللي هي زاوية الانحراف هتساوي 2 مضروبة في فاي دوت اللي انت لسه حاسبها من شوية اللي هي زاوية الخروج او زاوية السقوط اللي هي 60، ناقص ال a اللي هي زاوية رأس المنشور بما ان المنشور متساوي الاضلاع فكانت ايضا ب60.
2 في 60 120، 120 ناقص 60 تطلع ب 60 درجة. كده خلاص حسبت زاوية الانحراف بالطريقة الأولى، إن الألفا دوت طلع ب 60 درجة. طب لو أنا كنت اشتغلت بالطريقة التانية اللي هي بداية معامل الانكسار، يا ترى كانت هتطلع نفس الدرجة؟ اه كانت هتطلع نفس الدرجة. طب تعال نشوف كده، ال n كانت بجذر 3 بتساوي ساين ألفا دوت زائد ال a اللي هي زاوية رأس المنشور ب 60 على 2 على ساين a على 2، يعني ساين 60 على 2 اللي هي ساين 30. عشان اخلص المعادلة دي وسطين في طرفين، ساين 30 دي بنص، نص في جذر 3 يعني يبقى جذر 3 على 2. طيب دي مضروبة في كام؟ ساين الفا دوت زائد 60 على 2 دي مضروبة في كام؟ مش مضروبة في حاجة، يعني تفضل زي ما هي، ساين الفا دوت زائد 60 على 2. عشان اخلص من الساين كنت بعمل ايه؟ باخد شيفت ساين للطرفين. لو اخدت شيفت ساين لجذر 3 على 2، شيفت ساين شرط كسر جذر 3 على 2 طلع ب 60 درجة، بتساوي ساين دي خلاص راحت لما اخدت لها شيفت ساين، يتبقى الفا دوت زائد 60 على 2 وسطين في طرفين، 2 في 60 ب 120، هتساوي الفا دوت زائد 60. مش الستين دي تعدي ل 120 بإشارة مخالفة، كده بقت الألفا دوت بتساوي 120 ناقص 60 يعني ب 60 درجة. ايه ده؟ ده الطريقتين طلعوا بنفس الناتج، ده طلع ألفا دوت بيساوي 60 درجة وده طلع بألفا دوت بيساوي 60 درجة، الطريقتين متاحين وأنا بفضل الطريقة اللي بتنتج عنها حل واحد. كده دلوقتي زاوية الخروج ب 60 درجة وزاوية الانحراف ب 60 درجة، يعني الاختيار رقم ج. السؤال رقم 44، سقط شعاع ضوئي في الهواء على أحد أوجه منشور ثلاثي زجاجي زاوية رأسه 72، فانكسر الشعاع بزاوية 30 دي زاوية الانكسار، وخرج مماسا للوجه الآخر، يعني المنشور بالشكل ده كده، زاوية رأس المنشور ب 72، وسقط عليه شعاع ضوئي وانكسر داخل المنشور ثم خرج من الوجه الآخر. انكسر هنا بزاوية بتساوي 30، زاوية الانكسار دي بتساوي 30، وعفوا خرج مماسا من هنا من سطح الفصل. كلمة خرج مماسا يعني الزاوية دي بكام؟ هي الزاوية الحرج، زاوية السقوط لو خرج مماس هي الزاوية الحرج. هنا بيسألنا على مين؟ على الزاوية الحرجة، يعني بيسألنا على زاوية السقوط التانية. هي مش زاوية رأس المنشور كانت بتساوي مجموع الزاويتين اللي جوه؟ طيب ال 72 دي خدنا منها 30، يبقى لسه باقي هنا كام؟ 42، يبقى زاوية الانحراف هنا ب 42. السؤال ده تقريبا اتكرر قابلنا من شوية. سقط شعاع ضوئي عمودي على وجه منشور ثلاثي معامل انكسار مادته 1.5 كده عند الآن كما هو موضح بالشكل. سقط ايه؟ عمودي، يعني ايه اللي هيحصل؟ هيكمل زي ما هو من غير اي انكسار بالشكل ده كده لحد ما يوصل عند السطح الفاصل بين الوجهين اللي قدامك دول. تكون قيمة الزاوية الحرجة لمادة المنشور، مش عندك ال n، خلاص يبقى الزاوية الحرجة ساين فاي سي كان بيساوي 1 على n. ادخل على الآلة واكتب شيفت ساين 1 على n اللي عندك اللي هي 1 على 1.5. هتساوي 41.8، يعني 42 تقريبا اختيار الرقم ده. طيب تكون زاوية خروجه من المنشور بكام؟ يعني من الآخر تتبع مسار الشعاع اللي قدامك ده وشوفه هيخرج من المنشور ولا لأ. لو ركزت في المثلث اللي قدامك ده عشان أحسب دلوقتي زاوية السقوط بتاعته بكام، عايز أعرف زاوية السقوط دي. هو مش الجزء ده مثلث؟ اه نعمل زوم عليه شوية. عشان اتبع مسار الشعاع اللي قدام المثلث الصغير اللي قدامي ده، الزاوية دي اللي هي زاوية الرأس ب 60 زي ما هو مديهالي، ودي ب 90، يبقى الزاوية دي بكام؟ ب 30. اذا هو ساقط هنا بزاوية 60 عشان اخدنا منه هنا 30. زاوية السقوط ب 60 ده اكبر من الزاوية الحرجة، ده انت لسه حاسب الزاوية الحرجة من شوية كانت ب 42. معنى ان زاوية السقوط اكبر من الزاوية الحرجة يبقى هينعكس كليا بزاوية 60 داخل المنشور كده. 60 دي يبقى دي كام؟ 30. 30 وهنا 90، يبقى الزوايا داخل المثلث 180، يبقى الزاوية دي
أيضا ب60. ارسم هنا عمود مقام، يبقى زاوية السقوط بتاعته ب30، أقل من الزاوية الحرجة. معنى إن هي أقل من الزاوية الحرجة يعني هيخرج من المنشور مبتعدا عن العمود المقام، يخرج بالشكل ده. يا ترى بقى زاوية الخروج بتاعته دي بكام؟ أحسبها إزاي؟ روح لقوانين معامل الانكسار اللي كان بيقول إن الـ N بتساوي جيب الزاوية في الهواء اللي انت بتدور عليها دي اللي هي زاوية الخروج، على جيب الزاوية في الوسط اللي هي زاوية السقوط. زاوية الخروج دي انا بدور عليها على، يبقى الان هيساوي ساين الزاوية في الهواء اللي هي ساين سيتا على ساين الزاوية في الوسط اللي هي ساين 30، المفروض هتساوي 1.5 اللي هو معامل الانكسار. وسطين في طرفين، يبقى هنا ساين سيتا اللي هي زاوية الخروج هتساوي 1.5 في ساين 30. شفت؟ ساين 1.5 في ساين 30. تطلع معاك زاوية الخروج 48.59% أو 48.6، اللي هو الاختيار رقم ب. 48.6 درجة دي زاوية الخروج. طيب السؤال رقم 47، الرسم البيان المقابل يوضح العلاقة بين زاوية السقوط وزاوية الانحراف على أحد أوجه منشور ثلاثي وزاوية الانحراف ألفا لهذا الشعاع من القيم الموضحة بالرسم. زاوية خروج الشعاع الضوئي، هي مش دي النقطة دي كنا بنسميها النهاية الصغرى للانحراف، النقطة أقل نقطة دي. طيب النهاية الصغرى للانحراف، النقطة اللي عندها اللي بتقع على المحور ده دي الألفا دوت اللي هي أصغر زاوية أو النهاية الصغرى للانحراف. أما الزاوية دي مش دي زاوية السقوط، وبما إنها عند وضع النهاية الصغرى للانحراف فنقدر نقول عليها إن هي زاوية السقوط والخروج كمان. يبقى هنا من الرسمة زاوية خروج الشعاع الضوئي هي يا زاوية السقوط اللي هي 48.5. طيب زاوية رأس المنشور أجيبها منين؟ أنت مش عندك هنا زاوية الانحراف الصغرى ب37 وزاوية السقوط ب48.5، في علاقة عندي أقدر أحسب منها زاوية رأس المنشور بدلالة زاوية الانحراف. أه شايف القانون ده؟ القانون ده ألفا دوت بيساوي 2 فاي دوت ناقص ايه، يعني زاوية الانحراف وزاوية السقوط وزاوية رأس المنشور، ده علاقة بتربطهم التلاتة ببعض. يعني بحب أحسب زاوية رأس المنشور من الرسمة، أستخدم العلاقة دي وأقول بما أن الألفا دوت بيساوي 2 فاي دوت ناقص الايه، اذا الايه عايزها في طرف لوحدها، الايه كانت هنا بالسالب تروح مكان الفاي دوت والفاي دوت تخش مكانها، ويبقى الايه بيساوي 2 فاي دوت ناقص الفا دوت. عوض بقى تعويض مباشر، 2 مضروبة في الفاي دوت كانت 48.5 ناقص الالفا دوت 37، 2 في 48.5 ناقص زاوية الانحراف 37 هتساوي 60 درجة، الاختيار رقم ألف. السؤال 48 بيقول سقط شعاع ضوئي بزاوية 0، يبقى سقط ايه؟ عمودي على أحد جانبي منشور فخرج ممسا للوجه الآخر. فإذا علمت أن معامل انكسار مادته جذر 2، فإن زاوية رأس المنشور هتساوي كام؟ ده المنشور، المنشور الثلاثي اللي كنت بدرس. المنشور الثلاثي بقول إن زاوية رأس المنشور كانت بتساوي زاوية الانكسار الأولى زائد زاوية السقوط التانية. تمام كده؟ تعال بقى نشوف المنشور ده إيه الدنيا فيه. سقط شعاع ضوئي عموديا على أحد أوجه المنشور لأن قال لي زاوية السقوط بصفر. كلمة سقط عموديا يعني هيبقى بالشكل ده كده، وهينفذ على استقامته دون أي انكسار لأن الشعاع ساقط عموديا لا ينكسر. خلاص كده سقط بزاوية 0 حتى وصل إلى السطح الآخر. ارسم كده عمود مقام فخرج ممسا. احسب زاوية رأس المنشور اللي هناك دي. هي مش زاوية رأس المنشور كانت بتساوي زاوية الانكسار الأولى زائد زاوية السقوط التانية؟ طيب زاوية الانكسار الأولى مفيش زاوية انكسار يعني بصفر، إذا زاوية رأس المنشور هتساوي زاوية السقوط التانية. تمام كده؟ طيب الخطوة التانية،
وبما أن الشعاع خرج ممثلا للسطح الفاصل، إذا زاوية السقوط التانية بتساوي الزاوية الحرجة. يعني أقدر أقول دلوقتي إن زاوية رأس المنشور هتساوي، بعد كده بتساوي زاوية السقوط التانية هتساوي الزاوية الحرجة. والزاوية الحرجة دي كنت بقدر أحسبها من القانون بدلالة معامل الانكسار اللي هي ساين فاي سي كان بيساوي 1/n. إذا زاوية رأس المنشور هتساوي شيفت ساين 1/n. افتح الآلة، شيفت ساين شرط الكسر 1/معامل الانكسار هنا بكام؟ جذر 2، 1/n. تطلع الزاوية بتساوي 45، اللي هي زاوية رأس المنشور. إذا في الحالة دي زاوية رأس المنشور هي الزاوية الحرجة، والزاوية الحرجة أقدر أحسبها بدلالة معامل الانكسار من قانون ساين فاي سي بيساوي 1/n. ننزل للسؤال اللي بعده. سقط شعاع ضوئي بزاوية سقوط 45 على أحد أوجه منشور ثلاثي، معامل انكسار مادته جذر 2. يبقى كده عندي زاوية السقوط وعندي معامل انكسار، وزاوية رأسه بتساوي 60 درجة، فتكون كل من زاوية خروج الضوء وزاوية انحراف. عايز دلوقتي زاوية الخروج اللي هي θ2، وعايز زاوية الانحراف اللي هي الفا، ما قالش ان هي صور انحراف، قال الانحراف بس، اللي هي كانت بتساوي زاوية السقوط زائد زاوية الخروج ناقص زاوية رأس المنشور. نشوف المطلوب الأول اللي هو θ2. ده المنشور ودي زاوية السقوط، كانت بتساوي 45 درجة، فانكسر داخل المنشور مقتربا من العمود المقام حتى خرج من المنشور. هو بقى عايز يحسب زاوية الخروج اللي قدامك دي، علما بأن زاوية رأس المنشور بتساوي 60 ومعامل الانكسار بيساوي جذر 2. عشان احسب زاوية الخروج اللي هناك دي، احسب الأول زاوية الانكسار الأولى، بعد كده زاوية السقوط التانية، عشان أوصل لحد السطح الفاصل ده وأنا معايا ال n فأقدر أحسب زاوية الخروج. هي زاوية الانكسار الأولى دي بكام؟ روح بدلالة معامل الانكسار عشان أحسب دي. بال n كان بيساوي ساين الزاوية في الهواء اللي هي زاوية السقوط ساين 45 على ساين الزاوية في الوسط اللي هي ساين 6/1، المفروض تساوي جذر 2. خلاص يبقى وسطين في طرفين. إذا ساين 6/1 هيساوي ساين 6/1، دي تطلع مكان الجذر 2، والجذر 2 ينزل مكانها كأنك ضربت وسطين في طرفين. يبقى ساين 6/1 هيساوي ساين 45 على جذر 2. شفت ساين افتح قوس شرط الكسر البسط ساين 45 على جذر 2، طلع بيساوي 30 درجة. كده دلوقتي زاوية السقوط دي زاوية الانكسار دي بتساوي 30. وبما ان وعشان احسب الزاوية التانية دي، زاوية رأس المنشور كانت بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين داخل المنشور اللي هي زاوية الانكسار الأولى زائد زاوية السقوط التانية. لما دي ب30 يبقى دي بكام عشان الانتاج يبقى ب60؟ 30. ملاحظاتك القوية بقى، بما ان زاوية الانكسار الأولى بتساوي زاوية السقوط التانية، اذا المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. وبما ان المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، اذا زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج، يبقى هتساوي 45 درجة. كده حسبت زاوية الخروج. والمنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، اذا الالفا هتبقى الفا ضد، يعني مش هستخدم القانون θ1 زي θ2 ناقص ايه، لا هي 2 θ ضد ناقص الايه، ومنها الألفا دوت هتساوي 2 الثيتا دوت اللي هي زاوية السقوط أو زاوية الخروج 45، يعني 2 في 45، وزاوية رأس المنشور اللي هي ب60 هتساوي 2 في 45، 2 في 45 ب90، 90 ناقص 60 ب30 درجة. انتهت المسألة. إذا زاوية السقوط هتساوي 45 درجة، وزاوية الانحراف هتساوي 30 درجة. الاختيار رقم
باء. السؤال رقم 50، في الشكل المقابل سقط شعاع ضوئي بزاوية 45 فانكسر داخل المنشور. كلمة انكسر داخل المنشور، بينكسر مقترب ولا مبتعد؟ بينكسر مقترب من العمود المقام، يعني الزاوية اللي قدامك دي اللي هي سيتا لازم تكون أقل من زاوية السقوط، يعني لازم تكون أقل من 45، تمام كده؟ طيب، ثم خرج عموديا من الوجه الآخر. كان عندي زاوية الرأس بتقول إن هي بتساوي زاوية الانكسار الأولى زائد زاوية السقوط التانية. هو هنا زاوية السقوط التانية بكام؟ ده ساقط عموديا على الوجه الآخر، يعني زاوية السقوط التانية بتساوي زيرو. إذا زاوية رأس المنشور هتساوي سيتا واحد اللي هي زاوية الانكسار الأولى، وسيتا واحد اللي هي زاوية الانكسار الأولى أقل من 45، إذا زاوية رأس المنشور هي كمان أقل من 45. الاختيار رقم جيم. السؤال 51، قبل ما نحله هنتناقش مع بعض بس في جزئية صغيرة. ايه هي؟ لسه قايلين من شوية ان زاوية رأس المنشور بتساوي زاوية الانكسار الأولى زائد زاوية السقوط التانية. زاوية رأس المنشور دي ثابتة ما بتتغيرش، زاوية رأس المنشور دي ثابتة للمنشور الواحد، يعني المنشور طالما اتصنع خلاص مثلا زاوية رأسه مثلا 45 فيفضل 45، اتصنع وزاوية رأسه 60 فهتفضل 60، يبقى هنا زاوية رأس المنشور للمنشور الواحد ثابتة ما بتتغيرش. طيب، بما ان دي ثابتة يبقى العلاقة هنا بين سيتا واحد وسيتا اتنين يا ترى نوعها ايه؟ يعني مثلا قلت لك عندي منشور زاوية رأسه 60 درجة، فكان مجموع وكانت زاوية الانكسار ب20، يبقى زاوية السقوط التانية بكام وانت مغمض ب40؟ طيب لو انا جيت عند زاوية الرأس دي زاوية الانكسار الاولى وزودتها، قلت لا مش هتبقى ب20، انا هخليها ب30 مثلا، زودت زاوية الانكسار الاولى، زاوية السقوط التانية ايه اللي هيحصل لها؟ هتفضل ب40 ولا هتقل؟ انا زودت دي، يبقى دي اللي هيحصل لها هتقل وهتبقى ب30 عشان الناتج يفضل 60. وصلت كده؟ يعني لما واحد زاد التاني قل. العلاقة دي اسمها علاقة تناقصية. طب بتترسم ازاي العلاقة التناقصية دي؟ لو هرسم علاقة بيانية دلوقتي بين زاوية الانكسار الأولى وزاوية السقوط التانية، فالعلاقة هتكون علاقة تناقصية بالشكل ده كده. دي اسمها علاقة ايه؟ تناقصية. طيب عشان اعرف قيمة الجزء المقطوع من محور الصادات أو حتى الميل لازم أرسمها بالشكل ده كده، أو أكتب المعادلة بالصيغة دي. كان عندي الـ A بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين، لازم كل واحد فيهم يكون في طرف عشان تبقى شبه معادلة صاد بتساوي ميم سين ناقص جيم اللي هي معادلة الخط المستقيم، فاكرها؟ اللي هي كانت بتاعة إعدادي دي وبتاعة أولى ثانوي، صاد بتساوي ميم سين ناقص جيم، حيث الصاد هو ده اللي موجود على محور الصادات والسين هو ده اللي موجود على محور السينات، أما الميم المضروب ده كان اسمه الميل، والجيم ده كان اسمه الحد المطلق أو قيمة الجزء المقطوع من محور الصادات. نشوف بقى في المعادلة دي. طيب المعادلة دي كده خلاص عرفت ان العلاقة بين سيتا واحد وسيتا اتنين علاقة عكسية. لو كتبت المعادلة بالصورة دي بحيث ان انا عايز ده موجود على الصادات يبقى ده اللي في طرف لوحده السيتا واحد، عايز السيتا واحد في طرف لوحده عدل فاي اتنين بإشارة مخالفة، ويبقى السيتا واحد بيساوي زاوية رأس المنشور ناقص زاوية السقوط التانية اللي هي فاي اتنين. دي كده المعادلة. مين اللي موجود على الصادات؟ سيتا واحد اهو هو اللي موجود على الصادات. مين اللي موجود على السينات؟ فاي اتنين، انت كده السينات. وده بالنسبة لك مفيش معاه لا صادات ولا سينات، ما هو شبه الجيم، يعني كان عندي الصادات في حد والسينات في حد، وكان في حد مطلق مفيش معاه لا صادات ولا سينات كنت بسميه الحد المطلق او قيمة الجزء المقطوع من محور الصادات. يبقى هنا زاوية رأس المنشور دي قيمة الجزء المقطوع من محور الصادات، يعني شوف انت قاطع قد ايه من محور الصادات النقطة دي، ويبقى دي قيمة زاوية رأس المنشور. دي أول ملحوظة عليها، يبقى قيمة زاوية رأس المنشور هي قيمة الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب المنشور في وضع النهاية الصغرى الانحراف كان فيه ان السيتا واحد
بتساوي الفاي 2، يعني لازم الاتنين يكونوا متساويين تماما. يعني بتقع لو قلت لك هنا في نقطة في المنتصف هنا تماما، المنطقة دي المسافة دي بتساوي المسافة دي، دي معناها النقطة دي بتمثل النهاية الصغرى للانحراف. لما أقول لك مثلا الزاوية الانكسار الأولى بتساوي 30، يبقى هنا كمان زيها بتساوي 30، لأن عندي النهاية الصغرى للانحراف 6 1 لازم تساوي فاي 2. وفي الحالة دي أقدر أحسب زاوية رأس المنشور إن أنا آخد أحد الزاويتين وأضربها في 2. نشوف السؤال اللي كنا واقفين عنده. في الشكل المقابل يمثل العلاقة بين زاوية السقوط الثانية وزاوية الانكسار في منشور ثلاثي معامل انكسار مادته 1.5، أي هذه الاختيارات يعبر عن النقطة واي؟ دي النقطة واي. النقطة واي دي بالنسبة لي مش ده قيمة الجزء المقطوع من محور الصلات؟ تمام أوي كده، يعني ده قيمة زاوية رأس المنشور. قيمتها هتساوي كام؟ لو منتصف المسافة، شايف منتصف المسافة هنا 20 وهنا 20، يعني ده عند وضع النقطة الحرجة أو النهاية الصغرى للانحراف. ده عند النهاية الصغرى للانحراف، يبقى قيمة زاوية رأس المنشور هتساوي ضعفها، يبقى الواي بتمثل زاوية رأس المنشور. ده بقيمتها قد ايه؟ هتساوي 2 في الزاوية اللي موجودة هنا دي، 2 في 20 يعني تساوي 40 درجة. يبقى هنا تمثل زاوية رأس المنشور وقيمتها هتساوي 40، الاختيار رقم ألف. سؤال 52، في الشكل سقط شعاع ضوئي عند النقطة X فانكسر بزاوية 30 درجة وكان معامل انكسار مادته بجذر 2، فتكون زاوية السقوط اللي هيسقط بيها وزاوية الخروج هتساوي كام؟ مبدئيا كده أنا عندي هنا زاوية الانكسار وعندي معامل انكسار، عايز أحسب زاوية السقوط، راح أشتغل بقوانين ال n. ال n كانت بتساوي جيب الزاوية في الهواء اللي هي زاوية السقوط ساين فاي على جيب الزاوية في الوسط اللي هي ساين 30، المفروض الناتج يكون بيساوي جذر 2، وسطين في طرفين، اذا الساين فاي اللي هي دي هتساوي ساين 30 في جذر 2، او جذر 2 في ساين 30 شيفت ساين جذر 2 مضروبة في ساين 30، طلع بيساوي 45. على كده زاوية السقوط بتساوي 45. طيب عشان احسب زاوية الخروج اللي هناك دي، تعال نشوف الاول زاوية السقوط التانية بتاعتها بكام. مش زاوية رأس المنشور كانت ب75، خدنا منها 30 كده زاوية انكسار، يبقى لسه باقي هنا 45. كده خلاص زاوية السقوط ب45، تعال بقى نشوف زاوية الخروج بتاعتها بكام. زاوية الخروج بتاعتها هتساوي 90 درجة وش كده وانت مغمض. عرفت منين؟ بتشم على ظهر ايدك؟ لا خالص، هو انا هنا عشان اشوف زاوية الخروج، انا موجود في الوسط الاكبر كثافة، قبل ما افكر اخرج من المنشور لازم اكون حاسب الزاوية الحرجة. الزاوية الحرجة كانت اقل، يبقى هيخرج بالشكل ده مبتعدا عن العمود المقاوم. زاوية السقوط بتساوي الزاوية الحرجة، يبقى هيخرج ممثلا للسطح الفاصل بزاوية انكسار مقدارها 90 درجة. زاوية السقوط اكبر من الزاوية الحرجة، هينعكس داخل المنشور. يبقى هنا وانا موجود داخل المنشور، انا كده الوقت بنتقل من وسط اكبر كثافة الى وسط اقل كثافة، يبقى اول خطوة تعملها احسب الزاوية الحرجة. يبقى ساين فاي سي هيساوي 1 على n اللي هي 1 على جذر 2، خش على الآلة شيفت ساين 1 على جذر 2 هيساوي 45. ايه ده؟ ده الزاوية الحرجة طلعت بتساوي 45، نفس زاوية السقوط التانية، يبقى مش هيخرج بالشكل ده كده، وهيخرج ممسا للسطح الفاصل. كلمة يخرج ممسا للسطح الفاصل يعني زاوية خروجه بكام؟ ب90 درجة. إذا زاوية السقوط ب45 وزاوية الخروج ب90، الاختيار رقم د. السؤال رقم 53، فكرته صغيرة جدا. إيه هي؟ أول ما أقول لك المنشور اللي قدامك ده زاوية رأسه كام؟ هتروح تقول لي مثلا 60. ثانية واحدة نظهر الزوايا، ده 60 والزاوية دي ب30 ودي ب60 زيها. فين زاوية رأس المنشور؟ دي مش زاوية رأس المنشور، زاوية رأس المنشور اللي هيشير إليها المنشور، شايف الشعاع الساقط بيشير إلى الزاوية دي، يبقى دي مش زاوية رأس المنشور. إزاي؟ هنا أنا عندي منشور متساوي الأضلاع،
ده 60 وده 60، يبقى دي 60 زيهم. وكان من خواص المنشور متساوي الأضلاع إن هنا زاوية الانكسار دي كان بينكسر موازي للقاعدة، شايف كده؟ بينكسر موازي للقاعدة أو بينكسر بشكل أفقي، يبقى دي هي القاعدة. هل لو كان انكسر كان هيبقى موازي لده؟ لأ، هو كده انكسر، يبقى دي القاعدة بالنسبة له ودي زاوية الرأس. وبعد كده هيخرج مبتعدا عن العمود المقام، يبقى زاوية الرأس هي دي زاوية الرأس بتساوي 60 درجة، ومعامل انكسار مادة المنشور بتساوي 1.5، فتكون زاوية خروجه هي زاوية السقوط دلوقتي بكام؟ زاوية السقوط مش ب30، دي زاوية السقوط ب60. هينكسر هنا بزاوية كام؟ عشان احسب زاوية الانكسار دي روح اشتغل بقوانين معامل الانكسار. واحد يقول لي موازي، لا اقول لك هي مجرد بس افقي مع القاعدة لكن مش متوازيين، يعني بيكون بشكل افقي ولكن ليس بشكل متوازي تماما. يبقى اشتغل بقوانين معامل الانكسار. ال ان كانت بتساوي جيب الزاوية في الهواء اللي هي ساين 60 على جيب الزاوية في الوسط اللي هي ساين سيتا، لازم الناتج يكون بيساوي 1.5 لو معامل الانكسار وسطين في طرفين. اذا ساين سيتا هتساوي ساين 60 على 1.5. ساين 60 على 1.5 تطلع معاك ب35.3. هذا زاوية الانكسار الأولى، 35.26. دي زاوية الانكسار الأولى. إذا زاوية السقوط التانية اللي هي هنا دي الباقي 60، اطرح منها الأنصر تطلع معاك بتساوي 24.7. بعد ما حسبت زاوية الانكسار الأولى عايز أحسب زاوية الخروج. زاوية الخروج هتساوي ان نفس القاعدة، جيب الزاوية في الهواء، بس جيب الزاوية في الهواء اللي هي ساين سيتا 2 المرة دي اللي هي زاوية الخروج، على ساين زاوية السقوط التانية اللي هي 24.7، الناتج يساوي 1.5. اذا ساين سيتا 2 هتساوي وسطين في طرفين، 1.5 في ساين 24.7. ادخل على الآلة، شيفت ساين 1.5 في ساين 24.7. تطلع معاك زاوية الخروج 38.8. الاختيار رقم ب. صورة 54، عند سقوط شعاع ضوئي عمودي على منشور ثلاثي متساوي الأضلاع ساقط عموديا، يبقى زاوية السقوط بتساوي زاوية الانكسار الأولى، زاوية السقوط الأولى تساوي زاوية الانكسار الأولى، الاتنين بيساوي 0. على منشور ثلاثي متساوي الأضلاع يبقى زاوية رأس المنشور بتساوي 60 درجة. تكون زاوية السقوط التانية، وانت مغمض كده مش الوقت هو ساقط عموديا؟ المفروض حفظت الرسمة. ده المنشور شعاع ضوئي ساقط عموديا، يبقى هينفذ عموديا على استقامته بالشكل ده لحد ما يوصل للسطح الفاصل بين وسطين. كان عندي زاوية رأس المنشور بتساوي زاوية الانكسار الأولى زائد زاوية السقوط التانية. زاوية الانكسار الأولى هنا مفيش انكسار يعني بصفر، إذا زاوية رأس المنشور بتساوي زاوية السقوط التانية. وقال لي المنشور متساوي الأضلاع يعني زاوية رأس المنشور دي ب60، إذا زاوية السقوط التانية هي كمان هتساوي 60 درجة. الاختيار رقم د. في وضع النهاية الصغرى للانحراف في المنشور يكون مجموع زاويتي الرأس والانحراف، العلاقة اللي كانت بتربط بين زاوية الانحراف وزاوية رأس المنشور كانت بتقول إن الألفا دوت كانت بتساوي 2 فاي دوت ناقص الإيه. هو عايز يجمع ألفا دوت مجموع زاوية الانحراف زائد زاوية رأس المنشور، يعني من الآخر عايزهم في طرف لوحدهم مجموعين على بعض. شايف هنا الإيه لو عديتها بإشارة مخالفة هتبقى جمع، هتبقى ألفا دوت زائد إيه. إيه اللي باقي هنا في الطرف ده؟ 2 فاي دوت، يعني هتساوي 2 في زاوية السقوط، اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال 56، سقط شعاع ضوئي بزاوية 45.
على منشور ثلاثي متساوي الأضلاع وخرج بنفس الزاوية. إذن المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. فإن معامل الانكسار مادته هيساوي كام؟ عايزني دلوقتي أحسب معامل انكسار المنشور بدلالة زاوية الانحراف ولا زاوية السقوط؟ زاوية السقوط، يبقى ما تلخبطش في القوانين. هو أنا كان عندي كام قانون لمعامل الانكسار؟ كان عندي قانونين، إن ال n كان بيساوي ساين فاي على ساين ثيتا، أستخدم القانون ده لو عندي زاوية سقوط وزاوية انكسار، أو بيساوي ساين ألفا دوت زائد إيه على اتنين على ساين إيه على اتنين لو عندي زاوية انحراف. لو قرأت المسألة تاني مفيش فيها زاوية انحراف، يبقى هستخدم القانون ده. طيب أنا عندي زاوية السقوط بتساوي 45، لكن ما عنديش زاوية الانكسار، أجيبها منين؟ تعال أقول لك نجيبها منين. ال n هيساوي ساين فاي دوت على ساين سيتا دوت. الفاي دوت هو اللي قال لي زاوية السقوط اهي بتساوي 45، وقال لي كمان ان المنشور متساوي الاضلاع، يعني زاوية رأس المنشور بتساوي 60 درجة. وانا مش كان عندي قاعدة بتقول في المنشور في وضع النهاية الصغرى الانحراف ال a بتساوي 2 في زاوية الانكسار؟ اذا زاوية الانكسار هتساوي زاوية رأس المنشور مقسومة على الاتنين، يعني 60 على 2 هتساوي 30 درجة. يبقى أنا كده حسبت زاوية الانكسار. عوض بقى في القانون، إذا ال n هيساوي ساين زاوية السقوط اللي هي ساين 45 على ساين زاوية الانكسار اللي هي ساين 30، هتساوي جذر 2. الاختيار رقم جيم. السؤال 57، تتساوى زاوية رأس المنشور مع زاوية السقوط التانية. امتى؟ لسه حلنا في مسألة من شوية. تتساوى زاوية السقوط لو ده المنشور ودي زاوية رأس، وده زاوية رأس المنشور، ودي زاوية رأس المنشور، امتى كانت زاوية رأس المنشور بتساوي زاوية السقوط التانية؟ لو كان الشعاع ساقط عموديا كما بالشكل، كنت بقول ان هنا زاوية الانكسار بتساوي صفر، وكان عندي قانون بيقول ان ال A بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين. انا امتى بقى ال A تساوي فاي اتنين؟ لو دي كانت بصفر. طب دي امتى بصفر؟ لو كان ساقط عموديا، يبقى عندما يسقط الشعاع عموديا ويخرج بأي زاوية من الوجه الآخر. انتهى انحراف الضوء في المنشور الثلاثي. اتمنى تكون فهمت اي حاجة في اي حاجة. لو عجبك الفيديو ما تنساش، يعني ما تبخلش على زمايلك، وشير الفيديو على قد ما تقدر عشان الكل يستفيد. للأسف مفيش حد عبر كتاب نيوتن تانية ثانوي غيري، فحاول يعني الكل يستفيد منك ولو بمشاركة صغيرة عشان يقدر يحل معانا الكتاب ده. وده ملخص لكل قوانين المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.